الساعة 10 الصباح تقريبا بنروح عند البحيرة حتى نصور لكم تحدي. شايفين البيبي؟ ايوه. باي جولي. بيلحق وراك يا ايمان. قاعد اسمع ايمان تغني. ايش فيك؟ ايمان كان زعلان شوية لأنه أكلت حلاوة حامضة في التحدي، لكن الحين كويسة خلاص الحمد لله. على فكرة إجازة المدارس هنا تبدأ الأسبوع الجاي، عشان كذا هذا الأسبوع فاضي شوية المنتجع. أتوقع الأسبوع الجاي حيكون زحمة، حيكون فيه كثير أطفال هنا، كمان حيكون فيه كثير أنشطة للأطفال من الأسبوع الجاي. باقي اليوم وبكرة بعدين حنسافر، يعني بعد بكرة خلاص نترك هذا المكان. هذا المكان كويس للناس اللي يحبوا الطبيعة، في ناس ما يحبوا الطبيعة ما راح يعجبهم هذا المكان. يعني ما في مولات هنا مثلا. شوفي محل هذا الالعاب التقليديه. هنا محل ايس كريم زحمه عليه. اليوم حنركب بوت، ممكن كمان تستاجر بوت صغير خاص. يا هذه امها. البيبي قامت. انس جلست جنبك. ما شاء الله كثير بجعه، هذه بجعه يسموها اعتقد. وهنا للاسف ولد عربي يطاردهم قدام كل السياح، وامه واقفه تناظر فيه وتصوره بدون ما تقول له شيء. مهم اننا نعطي افضل صوره للاسلام في الخارج وما نطارد الحيوانات، بالذات عندما الجميع حوالينا يعاملوهم بسلام. بوتنا بيتحرك بعد نص ساعه تقريبا، فبنستكشف المكان هذا. انا شايف قطار هناك. شوف الطيور النورس هنا. عاد يدها عاد يدها اوه بيعاد يدها اخذوني. تركت يدها وشردت. يقول لي بقى خبز ما في. ريحة فيشن شيبس. فيشن شيبس. هنا ايرين، ايما، ايميلي، في ايمان؟ يا انس انا؟ طيارة حربية فينها؟ هناك سريع. في زي مقر عسكري هنا قريب، فكل شوية نسمع طيارة حربية تطير فوق البحيرة. حديقة حلوة هنا قدام البحيرة. بابا يو كلايم اب فروم ذا سلايد داون ذا. قالوا له تبي تلعب معنا؟ هذا البوت حقنا، لازم نوقف طابور. ايمان انتبه للطيرة تذاكر، وبعد ما مدينا نركب البوت. ها شكلك الكراسي اللي فوق كلها راحت. لسه في شوية. مرتاح؟ هنا عادة ننزل فيه في المنتجع عند البحيرة. في شارف يا حشرة ورقية. Thank you. Hello. تبي تلعب هناك؟ ايوه عندك. خلينا let's have tea first. روعة هذا مكان الألعاب، وهناك في شبكة فوق كذا ممكن تنطوا عليها. طلعنا فوق الجبل عند هذا البيت حتى نتقهوى فيه. تبغوا تلعبوا شوية؟ ايوه. في كثير أنشطة هنا، منها المشي حول الأشجار فوق. البنت هذيك علقت فوق. هذا المسار الأزرق قالوا ما كان في مكان أعلى بكثير. احنا هنطلع على هذا المسار الأخضر، عشان كذا لبسونا سوارة خضراء. Hey you not monkey. ما شاء الله هذه المنطقة كلها بلاش. تعرف كيف تسوي بنفسك؟ يلا ما نطلع مع يوسف، انتبه له انتبه له. يقول ما احتاج مساعدة. شوف المرجحة هذه، كرسي حق سيارة ولا شيء. إيمان تقول علقت هنا. انت اقعد هنا، you stay here. No. Yeah, انت ما عندك تلعب معنا. No.
You have to stay here. يقولوا سمعوا رعد وبرق فلازم نطلع من اللعبة. يوهو. خسارة قالوا لنا لازم نطلع وحيرجعونا فلوسنا عشان سمعوا رعد وبرق وهذه خطيرة إذا في مطر شديد. باباي باباي باباي. لكن صراحة المنظر رهيب مع المطر. شو كيف يوسف يحاول يبتسم؟ سمايل. ساد فيس. Angry face? Surprise face? Hi. مو خايفة. خايفة. والله مطر شديد. It's okay. It's alright. We're getting on the boat in a minute. It's just rain. It's fine. It's happened. It was a stormy night. زوجتي مرة انحرجت قاعد اغني اغنية يوسف اللي غناها من اول. It was stormy night. There was a vampire and a pumpkin and a skeleton walking. هذا الرجال مجنون من اول ما بدأت المطر قبل ثلث ساعة هو يتزلج. يقول الرجال البوت مرة زحمة جوا فاحتمال لازم توقف برا فعشان كذا اعطانا هذه المظلة. وزحمة مرة شايف. المكان فاضي الحين كل السياح اختفوا اللي كانوا هنا من اول. اهلي بيمشوا قدام ما شافوني وراهم راح افجعهم. ايمان خلاص رجعنا متجعك الفندق. بعض البيوت اللي هنا ملك ما هي فندقية. المنظر هذا ما ينمل منه ما شاء الله. هذه الصالة بياكل ايس كريم الحين. شكرا. هنا المطبخ. ثلاجة هناك جوا. في ثلاث غرف نوم وحمامتين. هذا البلكونة برا. للتو شفت اسعار هذه البيوت اللي للبيع في هذا المنتجع ولقيت بعض اسعار تبدأ من 250 الف جنيه استرليني للموديل الجديد 2017. لكن المشكلة في هذه البيوت بعد مدة تقل قيمتها يعني ما ينفع للاستثمار صراحة والله أعلم. ماني خبير أنا ماني مستثمر خبير. سبحان الله شوف السحابة اليوم مرة واطية. شايفين سحابة بين جبلين.